الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء
متابعينا متابعي اليوم السابع تابعنا مع حضراتكم بث مباشر من عزاء اللواء عبد السلام المحجوب محبوب الأسكندرية، واجتمعت قيادات والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية على حب المحجوب لتقديم واجب العزاء في السرادق الذي أقامته محافظة الأسكندرية اليوم في محافظة الأسكندرية، وتلقى واجب العزاء اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وأسرته ابنته كانت متواجدة في العزاء، وكان هناك جمع من الحضور من محبي اللواء عبد السلام المحجوب رحمه الله وبعض المحافظين السابقين، ومثل اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية الأسبق وأيضا وزير التنمية المحلية الأسبق. متابعينا متابعي اليوم السابع تابعنا مع حضراتكم العزاء الذي أقيم بمحافظة الأسكندرية اليوم في وداع المحبوب محبوب الأسكندرية اللواء عبد السلام المحجوب، وكنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الأسكندرية. شكراً.